هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد أن يحج حج الفريضة أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة لمن أراد أن يحج حج الفريضة فيعطى من الزكاة، إذا كان ليس عنده ما يحج به يعطى ما يستعين به على حج الفريضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاداً في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أحد مصارف الزكاة. والقول الثاني أن الزكاة لا يجوز دفعها لمن أراد أن يحج حج الفريضة، قالوا لأنه لا يتصور الوجوب في حق الفقير، فالفقير الذي ليس عنده ما يحج به لا يتوجه إليه الوجوب، بل سقط عنه الوجوب لعجزه. وهذا القول، أعني القول بأن الزكاة لا تدفع لمن أراد الحج، هو الذي مال إليه الموفق رحمه الله في المقنع، وضعف القول بالجواز، ولهذا قال ناظم مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال: والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي، يعني أن هذا القول ضعيف، والاحتياط ألا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من الصدقة براءة للذمة.